باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد وإلى دهر الدهور كلها، آمين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين، بنرحب بكم النهاردة في الحلقة بتاعتنا اللي العنوان بتاعها شيق جدا للغاية، وعنوان الحلقة بتاعتنا يا جراح المسيح اجرحيني. بنعمة ربنا يا أحبائي ديت هتكون سلسلة هنتناولها مع بعض، وهندخل في هذه السلسلة في يعني كذا نقطة معينة. طبعا في أنواع من القلوب اللي هنحاول نكتشفها وندخل إلى أعماقها، وهنشوف كل قلب بيتعامل مع هذه الجراح إزاي. لكن عايز ندخل معاكم في آية مهمة جدا جدا جدا، والآية دي ذكرت في سفر الأمثال الإصحاح الـ14 آية 23، والآية دي بتقول: فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. القلب يا أحبائي هو اللي بيتعامل مع المشاعر، القلب هو اللي بيتعامل مع الوجدان والنفس وكل الأمور، والقلب هو النافذة، يعتبر هو النافذة التي يعني بتطل على كل الأشياء، ومن هنا بيتعامل القلب مع كل حاجة بيشوفها بيعيشها بيعاشرها بيتأثر بيها. وهل بيتأثر بالحاجة دي إزاي؟ إن كان في مشاعر حزن ولا مشاعر فرح، ولا بالظبط ايه الحالة اللي القلب بيكون فيها؟ والقلب هو الذي يتعامل مع الروح. يعني احنا في الامور الروحية بنتعامل مع الامور من القلب ليس بالعقل. ربما العقل هو الذي يرشد الانسان في الاختيارات، والعقل هو اللي بيرشد الإنسان في تدبير الأمور وتنظيمها، لكن في تفاعلنا مع الأشياء وتعاملنا معاها القلب هو اللي بيتعامل مع كل صغيرة وكبيرة، هو اللي بيفرح هو اللي بيحزن هو اللي بيتألم لكل الأمور، هو اللي بيفرح لكل الأمور، هو اللي بيتفاعل مع كل الأمور بمشاعر مختلفة. فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. القلب يا أحبائي هو اللي بيزن الأمور، أو بيعطي يعني كده إشارة للعقل عشان العقل يزن الأمور ويحسن الاختيارات. وعلى قد ما الواحد هيحفظ قلبه كويس، على قد ما يقدر يعيش كويس، على قد ما يقدر يكتسب من الخبرات كويس، على قد ما يقدر يحصن نفسه في هذه الحياة وهو عايش كويس وسليم.
فعايزين نحط الآية دي كده في الأول، فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. وهنيجي بقى برضو جنب الآية دي نقول مضمون كلامنا هيكون عن ايه بالظبط النهاردة او في الحلقات القادمة. هنتكلم بالأخص احنا عندنا 14 نوع من القلوب اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. القلب الكامل، القلب الحكيم، القلب النقي، القلب الثابت، القلب العميق، القلب المستقيم، القلب الهادئ، القلب الطيب، القلب المستيقظ، القلب الجديد، القلب المتواضع، القلب البسيط، القلب الصادق، القلب المتدرب. طيب كل ده كويس، لكن في حاجة كده هنحطها على الجنب وهنسويها أو هنحطها كده في كفة متساوية، هو القلب المجروح بالحب الإلهي. القلب المجروح بالحب الإلهي، القلب اللي بيتفاعل مع ربنا في كل صغيرة وكبيرة. وزي ما بيقول نشيد الأنشاد لصح 2 آية 5: إني مريضة حبا، إني مريضة حبا. يعني هنا في الترجمة العربي صورت إن الإنسان اللي هو بيحب ربنا ده كأن كده بيهيمن عليه الحب الإلهي، كأنه مش قادر يتخلص منه، هو مريض بهذا الحب. يعني هو اللي شاغل كيانه، هو اللي بيثقل عليه في كل شيء. لكن يعني يعني في تقل كده معين او في كده ضغط كده معين، بس هو ضغط حلو. والواحد كأنه مريض حبا. يمكن الترجمة السبعينية او بالذات بالانجلش بتقول I am wounded with love. I am wounded with love، ودي الترجمة الحرفية اللي هي ادق الصراحة شوية اكتر، بمعنى ان انا ببقى مجروح حبا. I am wounded with love، مجروح حبا. طب يا ترى مجروح بإيه؟ طب يا ترى أنا إن كان في حاجة بتؤثر فيا من داخلي هي إيه بالظبط؟ هي الحب الإلهي. الحب الإلهي هو اللي بيهز كياني. الحب الإلهي هو اللي بيتفاعل مع الأمور الداخلية في حياتي، بيخليني اهتز من جوه جامد. الحب الإلهي هو اللي ممكن يجرحني بس جرحه طيب خالص، كثير الثمن وغالي. الحب الإلهي مختلف عن حب العالم. ربما أحبائي حب العالم لما يجي يجرح بيأذي ويخدش جامد ويؤلم، لكن الحب الإلهي لما يجرح يشفي، لأنه ينظف ويطهر الفساد والضعف اللي جوه الواحد، أو النجاسة، أو أي روح شرير، أو أي تعب من الخطية. فكيف يا أحبائي نكون مجروحين بالحب الإلهي؟ النهاردة
هندخل في عمق الحلقة بتاعتنا، وهنركز شوية في قصة المولود أعمى. بما إن المولود أعمى ذكر الحد اللي فات، فأنا عايز ندخل معاكم في هذه القصة الرائعة، هذه الشخصية الجميلة التي لا تقل عن أي أحد من القديسين والشهداء الأبرار الذين شهدوا المسيح من بعد أو من قبل. هذه الشخصية التي ولدت يا أحبائي أو وجدت في هذا الوقت وهذا الزمن لغرض معين. في الحقيقة 5 نقط هنقولها عن شخصية المولود أعمى، ونشوف هذا الإنسان كيف تأثر. بيذكرني المولود أعمى بموقف بطرس الرسول. بطرس الرسول لما جه المسيح عشان يدعيه إليه ويقول له تعال معايا يا بطرس، ابتدى معاه بمعجزة. طبعا بطرس كان طول الليل مش قادر يصطاد، وعارفين القصة طبعا لما المسيح دخل مع بطرس رسول للعمق، ورغم ان بطرس كان تعبان الليلة اللي قبليها ولغاية الفجر والصبح تعبان بيحاول يصطاد سمك ومش عارف، جه المسيح كده بعد ما غسل شباكه، بعد ما ابتدى يستريح من التعب والإجهاد اللي شافه طول الليلة، قال له يا بطرس ايه، ادخل للعمق. طب يعني يا رب، هل انا لو عايز اصطاد سمك هدخل معاك للعمق؟ انت شكلك كده ممكن تكون ما بتعرفش في الصيد كويس، بس على كلمتك هلق الشبكة، ندخل للعمق نشوف ايه اللي هيحصل، يمكن ربنا يبعت على ايدك انت حاجة كويسة. ولما دخلوا للعمق فعلا حصلت المعجزة العظيمة، وامتلأت يعني الشباك من السمك، وكادت الشباك طبعا تتقطع او تتخرق، وكان في حالة ذهول رهيبة معلمنا بطرس للمعجزة العظيمة دي، لدرجة ان هو يعني زي ما بنقول كده عندنا الملف السعد، ما عرفش يتكلم مع ربنا ولا يقول له ايه. قال له اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ. بقى بدل ما تشكر ربنا، بدل ما تطلب من ربنا احسانات ورفقة، وتطلب من ربنا ان هو يعني يقبلك عنده كإنسان خاطي، أو يعني تعمل أي حاجة، تقول له أخرج من سفينتي يا رب أنا رجل خاطئ. هذا يا أحبائي يعني الأمر نخس في قلب معلمنا بطرس الرسول جامد جامد، كانت معجزة هزت كيانه من جوه، فمن كتر ما هو ما كانش عارف يعبر عن الأمر قال له اخرج من سفينتي يا رب لاني انسان خاطئ. يا بطرس، الى هذا الحد؟ ايوه الى هذا الحد. انا انسان بسيط، انسان بتعامل مع الامور بقلبي، انا انسان مش مكلف، وزي ما بيقال ان اختار الله جهلاء العالم ليخزي بهم الحكماء، واختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء. أنا إنسان ضعيف، أنا مش متعلم، مش بجيد القراية والكتابة ربما مثل الناس التانية العادية، أنا يا دوبك إنسان كده صياد سمك، وبرع أسرتي كده يعني على قدي، وبحب ربنا من كل قلبي، عواطفي يعني يمكن
بتبقى كده في بعض الأوقات مشتعلة شوية، بيبقى في حاجات جوه قلبي كتيرة بتخليني كده يعني متعطش، وحابب ان انا اكون مع ربنا دايما، بس مش عارف مين هو ربنا. ربما هو المسيح المنتظر هذا اللي جه عشان يظهر لنفسه انا الضعيف الخاطئ. كان رد فعلي اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ. هو ده احبائي كان رد فعل بطرس، وكأنه بيقول للمسيح انا بؤمن بيك بس نظف اللي جوايا، انا بؤمن بيك وعايزك، بس انا يمكن مسلكي او طريقي مش كويس ومش عارف اجيلك، هل انت تقبل انك انت تدخل يا رب لسفينة حياتي زي ما انت دخلت سفينتي دلوقتي؟ هل انت يا رب ممكن تحول الشر لخير، تحول يا رب الظلمة الى نور؟ هل ممكن يا رب كل هذه الاشياء تفعلها ولا لا؟ وان كان يا رب بامكانك ان تفعل كل هذه الاشياء، فكيف لي ان احتمل انا الضعيف الخاطي؟ هو ده احباك الرد فعل معلمنا بطرس، اخرج من سفينتي يا رب فاني رجل خاطئ. عشان ندخل في صاحب القصة بتاعتنا المولود أعمى، هذا الإنسان كان له نفس رد الفعل بتاع معلمنا بطرس، نفس رد الفعل بتاع معلمنا بولس لما جه ربنا ظهر لبولس في طريق إلى دمشق وهو رايح لدمشق عشان يعذب المسيحيين، وجواه تساؤلات كتيرة، يا ترى انا اللي بعمله ده ربما يكون صح ولا غلط؟ فجاله كده المسيح في صورة بهية جدا وفي قوة غير عادية، ونور ظهر من حواليه من كل حتة، وقال له شاول صعب عليك ان ترفس مناخس الحاجة يا اخي اللي بتنخس في قلبك دي، وتعبك من جوه وبتخليك من جواك بتصارع معايا، وبدل ما تجيلي بتروح بتعاندني وبتضطهد الناس بتوعي وبتحاول تهد كنايسي في كل حتة عشان الناس يقولوا بولس 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 شاول شاول شاول، ده أحسن إنسان وقف ضد هذه البدع، وانت من جواك يا بولس عارف انك انت اللي بتعمله ده ممكن يكون غلط. هذه يا أحباء القوة اللي خلت برضو معلمنا بولس يقبل الإيمان، وحينما قبل الإيمان ذهب ليتتلمذ على إيد أبائنا التلاميذ القديسين بطرس وبقية التلاميذ لمدة من السنين عشان يطلع ويكرز للأمم ويجيب بقية العالم للمسيح. هذا الحب أحبائي وهذه المناخس التي لمست قلب المرأة السامرية حينما تقابلت مع المسيح وقال لها كل حاجة، وطلعت من عنده وقالت لا يمكن ان انا ارجع لنفس الطريق اللي انا كنت ماشية فيه، وراحت قالت لكل الناس في المدينة بتاعتها والمدن المجاورة تعالوا شوفوا إنسان قال لي كل ما فعلت، إنسان قال لي كل ما فعلت. لعله هو المسيح المنتظر، لعله هو الحل، لعله هو اللي في إيده المفتاح وهو اللي قادر يغير الأمور. نفس الشيء أحبائي حصل النهاردة أو حصل في نفس الفصل مع المولود أعمى. لما تقابل مع المسيح المولود أعمى، يعني كان ربنا معينه لحاجة معينة، معينه عشان لما يجي يشفي المناخس دي تلعب في قلبه
وتخليه يحس بقوة المعجزة اللي المسيح عملها، ويروح ويشهد قدام المجمع وقدام الكتبة والفريسيين بأن هو ده المسيح، وربما هو ده يكون ربنا ذات نفسه، وربما يكون هو ده ربنا اللي فعلا هو مستنيه وهو عايزه وعايز يشتغل معاه، لكن ما كانش عارف يجيله ازاي، ما كانش عارف هو ليه اتولد في الضلمة دي، ما كانش عارف ليه هو كان يعني مختلف عن بقية الناس التانية اللي حواليه، اللي ماشية بتتحرك حواليه بتضحك وبتلعب وبتمشي وبتعمل حاجات كتيرة، وهو مش عارف يعمل حاجة لأنه إنسان عايش في الظلمة. دايما يا أحبائي الإنسان بيشتهي الحرية لما بيكون في حالة كبت، فأكيد هذا الإنسان المولود أعمى، وكما ذكر الكتاب المقدس عنه ان فعلا كان مولود اعمى، يعني ما حصلتلوش حادثه ولا حاجه، لا ده كان فاقد العين اللي هي بنشوف فيها الماديه دي الطبيعيه دي، كان فاقدها تماما وما كانش بيشوف. فربما هذا الانسان الله كان موجود لسبب. أول نقطة هنا يا أحبائي، لما جم قالوا للمسيح عنه، قالوا له هل هذا الإنسان أخطأ أم أبواه عشان يكون على الحالة دي؟ فأول نقطة رد عليهم المسيح وقال لهم لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه. أنا معينه ومحدده ومخليه هنا في الحتة دي وفي الوضع ده وفي المكان ده عشان حاجة معينة أنا هعملها معاه. أنا هخليه مثل للناس عشان يشوفوا معجزة فعلا قوية ويمجدوا الله من خلال هذا الإنسان ومن خلال شهادته. زي ما قلت لكم يا أحبائي، هذا الإنسان لا يقل ربما أي شيء عن أي حد من الشهداء والقديسين المشهورين عندنا في الكنيسة. ليه؟ لأنه راح وقام وقف قدام المجامع، وقف قدام المجمع بتاع الكتبة والفريسيين وقال لهم أنا حاسس إن الإنسان ده ممكن هو يكون المسيح المنتظر وهو ابن الله. فدي أول نقطة، لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه. تاني نقطة أحبائي عايزين نركز عليها في هذا الفصل، إن عندنا طبعا جهتين بتتعارك مع بعضها. أول حاجة اللي هو المولود أعمى، وتاني جهة اللي هي الكتبة والفريسيين. وحاجة كده دايما كانوا بيصطنعوها ودايما كانوا بيتلككوا بيها عشان يعني يوقعوا المسيح في الغلط، ويقولوا يا هو مش هيتعلم بقى، هو كل شوية يجي يغيظنا كده ويضايقنا ويعمل معجزة يوم السبت، طب ليه ده كله؟ وهل هذا الإنسان أعطت له قوة فعلا عشان يعمل معجزة بهذا الشكل بهذه الطريقة؟ والناحية التانية المولود أعمى أهو، يعني هو صاحب المشكلة وهو قاعد ومستني المسيح هيعمل فيه إيه؟ إيه اللي هيحصل؟ مش عارفين. تالت نقطة يا أحبائي بنشوفها بقى موقف هذا المولود أعمى، موقف هذا المولود أعمى، وهي دي يا أحبائي المناخس اللي بتشتغل جوه الواحد، الجراحات اللي بتأثر في الواحد. شخصية المسيح الجميلة أثرت في المولود أعمى، حب المسيح الغير عادي
أثرت في المولود أعمى. النور اللي ربنا خلقه لهذا المولود أعمى أثرت فيه كتير، العين اللي اتخلقت له لأنه كان عايش في العتمة وما كانش بيشوف أي حاجة. فأكيد هذا الإنسان اللي عمل له المعجزة دي عنده قوة خارقة وهو إنسان غير عادي. بنشوف موقف هذا الإنسان. طيب، هل هو رايح ومعاه كتاب كده فيه حجج وفيه حاجات عشان يدافع عن نفسه؟ لا، ده بيتكلم بلا تلقائية، بيتكلم ببساطة خالص، لأنه إنسان كان نقي القلب، وده صاحب القلب النقي اللي هو نوع من أنواع القلوب اللي ذكرت واتكلم عنها الإنجيل، طوبى لأنقياء القلب في الموعظة على الجبل لأنهم يعينون الله. وفي مزمور 51 آية 10 يقول: قلبا نقيا اخلقه في يا الله، روحا مستقيما جدده في أحشائي. هو ده القلب اللي يقدر يشوف ربنا، القلب اللي مفهوش حواجز، ما بيخليش في حواجز ما بينه وما بين ربنا، القلب اللي هو بيملكه الطفل، زي ما المسيح قال: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السموات. يعني لازم ترجع للبساطة، لازم ترجع لمحبتك الأولى، لازم ترجع لربنا عشان تشوف ربنا بحق وحقيقي. لو انت حاجز ربنا عنك يبقى ازاي هتشوفه؟ لو انت مش عايز تشوف ربنا يبقى ازاي هتقدر تعيش معاه؟ طيب، في هذه النقطة أحبائي، موقف هذا المولود أعمى، طبعا هم جابوا أبويه، جابوا طبعا الناس اللي عارفينه من قبل كده، وقالوا بعض منهم: احنا شايفينه بيشوف. وبعض تانيين قالوا يمكن واحد شبهه، ويعني معرفوش يقولوا حاجة. فطبعا جابوا والديه عشان يسألوهم. وطبعا احنا عارفين ان اي حد كان بيشهد للمسيح ان هو ابن الله او المسيح المنتظر، بالذات قدام مجمع الكتبة والفريسيين، كان بيطرد من ايه؟ من الهيكل، يعني ما يقدرش يدخل الهيكل. فطبعا عقوبة ان ابويه يعترفوا ان هو ده المسيح المنتظر او هو ده المسيح ابن الله، ان هم يطردوا من الهيكل. وكان رد فعلهم: هو كامل السن، اسألوه، انتوا بتسألونا ليه؟ ما هو كامل السن، هو اللي حصلت له الحكاية دي، ما تسألوه هو. وهذا هو الموقف الجميل، هذا الإنسان البسيط واقف قدام جماعة من الأشرار بيحنقوا عليه بالاتهامات وبالأنظار وبكل شيء، هو واقف قدامهم زي خروف وديع بسيط هادي، زي ما المسيح بالظبط واقف قدام المجمع برضو بتاع الكتبة والفريسيين في ليلة المحاكمة، وكما تكلم عنه أشعياء: هكذا لن يفتح فاه، لن يفتح فاه. ربما المولود أعمى فتح فمه واتكلم بعض من الكلام، لكن هذا الكلام كان نابع من قلب بسيط، من قلب عاين وشاف الفرق ما بين النور والظلمة، الفرق ما بين الشخصية القديمة الضعيفة اللي لا حول ولا قوة ليها، والفرق ما بين الشخصية الجديدة
مش مهم ان يكون اتخلق له عين مادية، لكن اتخلق له كمان مع هذه العين قلب قادر ينبض بالحياة، وقادر يعترف، وقادر يتحرك، وقلب بينجرح بالحب الإلهي ويقول إن هو ده المسيح، هو ده حبيبي اللي أنا عايز أعيش معاه طول الأيام. وعشان كده أحبائي، لما وقف المولود أعمى بقلبه الحلو ده، لن يقل أي شيء عن أي حد من آبائنا الشهداء القديسين اللي كانوا بيقفوا، وربما كانوا بعض منهم صغار في السن زي أبانوب، زي كيرياكوس اللي هو وهو عنده 3 سنين اعترف بالمسيح فالوالي حدفه كده وموته. أبانوب اللي عنده 12 سنة، الشهيد ونس اللي كان عنده 12 سنة، بعض من القديسين الشهداء الصغار حتى في السن، الأنقياء المتبتلين الأطهار العذارى زي الست رميانة وغيرهم وغيرهم وغيرهم، أباص خيرون القليني اللي اتعذب جامد قوي، قديس عظيم مش واخد حقه قد كده برضه في الكنيسة عندنا، أبو سيفين، ماري مينا، ماري جرجس، كل الشهداء القديسين دول كانوا بيقفوا قدام الأباطرة والملوك والولاة بقلب نقي وكأنهم جايين من عالم تاني تماما، يكونوا اللي بيحكموهم مفيش جواهم سلام رغم ان هم معاهم كل حاجة، معاهم الجاه والمال والسلطة والنفوذ وكل حاجة والصوت العالي، لكن ما كانش معاهم السلام ولا القوة اللي كانت مع هؤلاء الشهداء القديسين الأطهار. طبعا يا أحبائي، ندخل مع بعض للنقطة الرابعة. النقطة الرابعة هي ازاي عايزين نتأمل في ان هذه الشهادة التي شهد بيها هذا المولود أعمى خلته يطرد من الهيكل. ولن يهمه أي شيء، كان يهمه إن هو يقول الحق، كان يهمه فقط إن هو يقول الحاجة اللي هو حاسس بيها قلبه. يا ريت يا أحبائي هو ده يكون الإيمان بتاعنا، حاجة نابعة من قلب بصورة لا تلقائية بلا حدود. يا ريت كمان نعلم ولادنا ان لما يجوا يحبوا الكنيسة ويحبوا ربنا ويحبوا يتعمقوا في طريق ربنا ما يبقاش فيه حدود معينة، ما يبقاش فيه فرائض معينة، ما يبقاش فيه حاجات بتوضع عليهم كأثقال او يعني حاجات كده big burdens on them and it would lag them from coming to Christ. يا ريت لما نيجي نعلم ولادنا ازاي مثلا حبيبي انت عايز تروح الكنيسة عشان تبقى شماس، لا ده انت لازم تصحى الساعة كام ومعرفش ايه، ونرعبهم بقى ونخوفهم وحاجات زي كده، لا يا ريت نقدم لهم المسيح، نقدم لهم ربنا، نقدم لهم محبة ربنا، نقدم لهم محبة الكنيسة، وهم لما يلاقوا هذه المحبة جوانا بحق وحقيقي نابعة تماما من قلب نقي، هم فعلا هيستلموها بنفس الصورة وهيحفظوها
وهيسلموها لولادهم والأجيال اللي جاية بعديهم. كده نقدر نحافظ على الكنيسة في المستقبل وعلى الأجيال اللي جاية بعديها. والمدرسة الأولى يا أحبائي ليست هي الكنيسة، بل هو بيتك، مخضعك، وجودك مع زوجتك في صورة جميلة أمام الأطفال وأمام الأولاد هؤلاء، بتخلي فعلا صورة المسيح ترسخ جواهم كويس. ده في غيرة، في محبة إلهية، في قلوب مجروحة بالحب الإلهي، في ناس سهرانة بتصلي لربنا، في ناس سهرانة بتطلب ربنا إنه يبقى معاها، في ناس بتبني بيوتها على الصخر وعايزة المسيح يدخل معاها ويبني البيت، في ناس قلوبها ليست حجرية بس قلوب لحمية، بل قلوب فعلا لحمية وبتنبض حياة، والبيت ده فعلا مليان بهجة وفرح وسلام، وبالتالي ممكن ينبع بهذه المحبة والسلام على الآخرين. كل هذه الأشياء أحبائي عايزين نسلمها لأولادنا يعني بصورة لا تلقائية، بحب حقيقي، بحاجة تطلع كده من القلب ببساطة، ببساطة، وتكون فياضة، ويكون هذا الحب بلا حدود. هتلاقوا أولادكم برضو يشهدوا لكنيستهم، يشهدوا لإيمان كنيستهم، يشهدوا للمسيح بصورة لا تلقائية وبصورة طبيعية جدا، ويعترفوا بيه ويحبوه، وما يهمهمش أي شيء أبدا مهما كانت الصراعات اللي بيشوفوها في هذا العالم وفي هذه الدنيا. هيكونوا أقوياء، مبسوطين، فرحانين، لأن هم فعلا يعني اتربوا كويس وشبعوا كويس من ربنا، فبالتالي هيدوا للي حواليهم من هذا الحب اللي هم اتربوا بيه. طبعا المولود أعمى هذا يا أحبائي صعب على المسيح. هو ابتدى يأنب طبعا الكتبة والفريسيين، وقال لهم يعني طب انتوا عمالين تتجادلوا ان كان هذا العمل من ربنا ام لا، ان هذا الانسان فتح لي عيني. طب هل هذا الانسان لو ما كانش من ربنا كان يقدر يعمل لي الحاجة الغير طبيعية دي، الغير عادية دي، ان هو يفتح لي عيني وبهذا الشكل وبهذه الطريقة؟ اكيد ان ممكن هذا الانسان يكون من ربنا، بدليل ان هو ربنا وقف معاه وسمع ليه، وبالتالي عمل له المعجزة دي او خلى المعجزة دي تحصل على ايده. واحسوا باهانة جامدة جدا الكتبة والفريسيين في اللحظة دي، وقالوا هو الشخص الغلبان البسيط الاعمى ده اللي ما يعرفش حاجة هيبتدي يعلمنا، وبالتالي طردوه من الهيكل. خامس حاجة احبائي، الله يبحث عن هؤلاء، يبحث عن داود البسيط اللي كان اقل واحد في اخواته، يبحث عن العذراء اللي كانت انسانة بسيطة، يبحث عن التلاميذ بتوعه اللي كان علمهم بسيط، ربما لا لأجل شيء، لكن عشان ربنا كان محتاج القلب، ربنا كان محتاج ان هو يوصل هذا القلب اللي اعطاه لواحد زي معلمنا بطرس، وقال له انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها. هذا القلب يا احبائي بنشوفه حتى في الناس البسطة. يعني النهاردة لما تيجي لواحد مثلا صعيدي عندنا في مصر وتقول له تنكر مسيحك ولا نموت معرفش حد من ولادك، يقول لك لا ما اقدرش ابدا انكر مسيح. انكر مسيح ازاي؟ انكر ايمان كنيستي ازاي؟ انكر اللي كان له فضل عليا طول هذه السنين ازاي؟
ربنا يبحث عن هذه القلوب المجروحة، قلب المولود أعمى. هذا المولود فعلا حس بالرسالة اللي ربنا بعتها له، والعمل اللي ربنا عمله من خلاله، والمعجزة الغير عادية اللي ربنا نفذها من خلاله. وعشان كده ما كانش قادر ان هو يحبس اي حاجة عن ان هو يعني عن ان هو قصدي يقعد كده وما يحكيش عن ربنا وعمله معاه وشغله معاه. ربنا يدينا يا احبائي ان احنا نتعلم من هذا المولود اعمى. الاسبوع الجاي هو اسبوع الالام، وطبعا ده اقدس اقدس يعني اسبوع في السنة، لان فيه بندخل لعمق الجراحات بتاعة المسيح. والحقيقة يعني كلنا بنتأثر بهذا الأسبوع وبالآلام بتاعة المسيح اللي حصلت فيه. بطلب إن احنا كده ندي لنفسنا فرصة إن احنا نهدأ وندخل للعمق مع ربنا في الأسبوع ده، ونحاول كده نطلب من جراحات المسيح إنها تحول حياتنا المليانة شر لخير، وتحول الظلمة اللي جوانا لنور، وتخلينا فعلا نتأثر بحب ربنا وبحب الصورة الجميلة اللي بنشوفها في عود الصليب، وفي محبة ربنا يعني الغير محدودة على عود الصليب. ندخل لهذه الجراحات، نتذوقها، نحبها، ندخل لأعماقها، عشان فعلا نكتسب من هذا الأسبوع قوة غير عادية، وفعلا نحس كده ببركة خاصة، بركة هذا الأسبوع في حياتنا، بركة جراحات المسيح عشاننا على عود الصليب، وآلامه تكون مع كل واحد وكل واحدة فينا وفيكم. وبركة فعلا هذه الأيام تصحبنا إلى أن نرى المسيح في قيامته. وبتمنى فعلا إن احنا يعني نتأثر بهذه الجراحات في القسمة بتاعت اللي هي قسمة الابن الوحيد، قسمة للابن يعني، بتقول: يا جراح المسيح اجرحيني بجرحة الحب الإلهي، يا جراح المسيح اجرحيني بجرحة الحب الإلهي. وكأن الإنسان اللي هو عايش في الخطية بيصرخ لربنا وبيقول له: يا رب خلي جراحاتك اللي انت يا رب اتجرحت بيها دي وبذلتها عشاني، هي يا رب اللي تنضفني من الخطية بتاعتي، وهي يا رب اللي تنجيني، وهي يا رب اللي تجيبني ليك عشان فعلا اتغير وعيش حياة كلها توبة. كان في الحقيقة ترنيمة جراح حبيبي غالي عليا، بس مش لاقي كلماتها هنا. هقول معاكم كده بيت او بيتين صغيرين خالص بالترنيمة بتاعت صوت حبيبي فوق الجبال، عشان كده ندخل لربنا وندور عليه فوق الجبال، وندور عليه مطرح ما هو موجود، وندخل معاه للعمق. ربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. صوت حبيبي فوق الجبال هو ذا آت على التلال، صوت حبيبي فوق الجبال وزاءات على التلال، متخطي جبال الجلجثا عابرا تلال الناموس والآثام، متخطي جبال الجلجثا عابرا تلال الناموس والآثام.
حبيبتي هيا رجوعا إلي، هو ذا الشتاء مر وزال، هو ذا الشتاء مر وزال. كفاك شرودا في درب الخطية، عيشي ربيعي هيا تعال، عيشي ربيعي هيا تعال. صوت حبيبي فوق الجبال، وذا آت على التلال. صوت حبيبي فوق الجبال، وذا آت على التلال. متخطيا جبال الجلجوثا، عابرا تلال الناموس والآثام. متخطيا جبال الجلجوثا، عابرا تلال الناموس والآثام. ربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين، إلى أن نلقاكم بإذن ربنا في الحلقة القادمة. ومن هنا عايز نقول لكم كل سنة وانتم طيبين في أسبوع الآلام وبعيد القيامة المجيد، إلى أن نلقاكم على خير المرة القادمة بنعمة ربنا. سلام.